هنشوف حاجة غريبة. فيديو بس معلش سامحونا في الفيديو ده، ده اللي لقيناه، بس هو الشيخ محمد حسان هيقول لنا حاجات مهمة قوي. خلينا نسمع الشيخ الأول وبعدين نتكلم في موضوع الفيديو. أعجب المناقب وأعظم الفضائل التي أسجلها الليلة لفاروق الأمة الأواب لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أقولها وقلبي ورب الكعبة يرتجف ويرتعد. عمر الرجل الذي أنزل الله القرآن من فوق سبع سماوات موافقا لقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هل استوعبتم معي هذه الكلمات التي رددتها؟ ينزل الله قرآنا يوافق قول عمر بل ويوافق كلمات عمر. روى البخاري ومسلم من حديث أنس قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وافقت ربي في ثلاث. هذه رواية أنس في الصحيحين. وافقت ربي، استوعبت اللفظة يا أخي؟ استوعبت اللفظة يا أخته؟ وافقت ربي، لم يقل وافقت رسول الله، لم يقل عمر وافقت رسول الله، لكان الأمر مقبولا، مقبولا للقلوب، هينا على العقول. لكن عمر يقول وافقت ربي، وافقت ربي في ثلاث. قال قلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى. فنزل قول الله جل وعلا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. إيه ده؟ بنفس الكلمات؟ لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، ينزل قول الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. أما الثانية قال قلت يا رسول الله لو أمرت نساءك أن يحتجبن. يا لها من غيرة ويا له من موقف عجيب. لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر، فإنه يكلمهن البر والفاجر. فنزلت آية الحجاب وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. والثالثة قال لما اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم عليه في الغيرة وطلبن منه زيادة النفقة يقول عمر قلت لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. فنزلت الآية في سورة التحريم عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. مسلمات، مؤمنات، قانتات، تائبات، عابدات، سائحات، ثيبات وأبكارا. عايزة أقول لكم زي اسمه الأسري كده لما بيقول يا سلام على الصدف. ايه ده؟ كل ما يقول حاجة عمر سبحان الله، الآية يقولها نجعل مقام إبراهيم مصلى، يقوم الوحي جاي جري يقول له قول مقام إبراهيم مصلى، يقول له يا ريت تحجب نسائك، يجي كده ثم كده يقوم جاي جبريل ويقول له عاف يلا حجب نسائك. قوم ايه بقى؟ قوم ايه؟ يقول له، يقول لمراتاته، يقول لمراتات محمد، يعني الراجل بيهدد زوجات محمد، عمر بيهدد زوجات محمد، بيقول له ها هتعملوا كده ولا عسى ربه ان يبدلهم مكانهم. شوفوا يقوم ايه حاجة الغريبة يا اخواتي، سلام على الصدف، نازل جبريل بنفس الآية. كل ما يقول حاجة عمر يروح يقولها جبريل، يروح يقولها لمحمد. طب أنا عايز أسألكم سؤال، هو الكلام اللي قاله جبريل قاله عمر ده كان موجود في اللوح المحفوظ؟ طب بلاش دي. هو جبريل بيغشش محمد بيغشش عمر قبل ما محمد
طيب هل محمد بيغش من عمر؟ طب عمر بيغش محمد؟ طب قولوا لي مين بيغش من التاني؟ قولوا لي الوحي جاي على مين بالظبط؟ قولوا لي علشان اعرف هو تحت العمة ايه؟ ارحمونا بقى. تحبوا نشوف الفيديو تاني ولا بلاش؟ لا بلاش، بدل ما تزعلوا مننا وتقولوا لا عمالين بيكرروا الكلام، بس انا عايز اقول لكم ان محمد خد كلام كتير من ناس غير عمر وحطه في القرآن. ممكن تسألوا اي حد جيرانكم يردلنا على السؤال ده.